عادة حينما يقع حادث على أحد الطرق يتهافت البعض على مساعدة من تعرض لهذا الحادث، بينما يحاول البعض الآخر التواصل مع الإسعاف إذا كان هنالك مصابين. ولكن ما حدث في فرنسا كان عكس ذلك تماماً، فعندما تعرضت شاحنة لأحد شركات القهوة وسقطت منها كبسولات القهوة، توجه الناس لجمع هذه الكبسولات ولم يهتموا لا بالشاحنة ولا بالسائق. دعونا نشاهد. هذا الفيديو حاز على الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. لنبدأ هنا مع شتوفان عبر تويتر الذي قال إنهم بالتأكيد قلقون للغاية من تلوث البيئة الذي يمكن أن تولده جرعات القهوة، أتمنى أن يكون الأمر كذلك. بينما قال أليكسيز الفرنسيون يتضامنون مع قائد الشاحنة ويساعدونه في التقاط الحمولة التي سقطت على الطريق، بينما قال حساب آخر أشعر بالإحباط لأن الشرطة لم تقبض على أي شخص ممن قاموا بهذا الفعل. شاركونا قصصكم عن أغرب المواقف التي شاهدتموها على الطرقات. قصصنا لا تنتهي، ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم.